العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. قال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك، قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له. إذني له تربت يمينك. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت. فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعم، كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر: دونك ابنة عمك، فاحتملها. يعني وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، يعني خذ ابنة عمك فاحتملتها. يعني كلام فاطمة، قول فاطمة رضي الله تعالى عنها، ماشي، دي رواية: فاحتملها. دونك ابنة عمك فاحتملتها. فاختصم فيها علي وزيد، أو فاحتملتها، ممكن يعني برضه يعني فاحتملتها، ماشي. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. صلى الله عليه وسلم. هو أنا شيخنا بيذكر رواية البخاري، يعني أنا دي دايما رواية البخاري بيقدمها.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتابه وضع ومر علينا الكتاب، كتب يكتب كتابة وكتبا، والمادة تدل على الجمع، ووضع او الوضع بفتح الراء وكسرها، نعم، يعني مصدر وفعله وضع او وضع، يعني بفتح الضاد وكسرها، وضع او وضع الصبي، نعم، بفتح الضاد وكسرها، اي يعني وضع الصبي السادية، اي نصه وضع الصبي وضع او وضع، يعني بفتح الضاد وكسرها، يعني اي نصه. والكسر افصح عند البعض من العلماء، وطبعا يعني مضارعه يرضع ويرضع، انه اذا كان من باب ضرب وهو وضع يبقى اذا المضارع يرضع، واذا كان من باب فايحه يعني الرضع يبقى المضارع يرضع، يبقى اذا مضارعه كذلك بفتح الضاد وكسبها. ومرأة يعني مرض، وطبعا رضع يرضع او يرضع رضعا ورضعا ورضاعة ورضاعة، كل هذه يعني من المصادر. ومرأة مرضع اذا كان من شأنها الرضاعة، ولذلك يقال الطفلة الصغيرة مرضع، لانها يعني يوما ما ترضع، فهذه مرضع. اما المرضعة فهي الذي سديها في فم ولدها، ومنه قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لم يقل الله جل وعلا تذهل كل مرضع، وإنما قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هي التي ترضع الذي سديها في فم ولدها. وهذا هو الفرق بين المرضع وبين المرضع. والجمهور يعرف الرضاعة أو يعرف الرضاع بأنه شرب الطفل لبن امرأة في الحولين. الجمهور يعني هذا تعريف الجمهور للرضاع أو الرضاع، هو شرب الطفل لبن امرأة في الحولين. طبعا الجمهور يشترط الحولين، والمسألة فيها مذاهب، لأهل العلم، لكن هذا مذهب الجمهور رحمه الله تعالى. قالوا شرب الطفل لبن امرأة في الحولين، وهم يشترطون أن يكون اللبن قد ساب عن حمل أو وطئ، يعني يكون يشترطون أن يكون مصدر اللبن وطئ، مصدر اللبن وطئا أو حملا. فإن ساب اللبن يعني جرى اللبن بدون حمل أو وطئ، فعلى المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يعتد بهذا الوضع، لأن اللبن لم يكن عن حمل أو عن وطئ. والرواية الثانية أنه يثبت بذلك الوضع حتى ولو لم يكن عن حمل أو وطء، لأنه لا تفريق، لأنهم فرقوا يعني بدون مفرق، فوضع ثابتة في الحالتين، في الحالة الأولى أو في الحالة سواء كان بوطء أو بغير وطء، فهذا التفريق ليس عليه دليل أن يكون اللبن عن وطء أو عن حمل. فالرواية الثانية، واختار هذه الرواية الشيخ السعد رحمه الله وصح القول بذلك. يبقى على أي حال، سواء كان اللبن يعني وضع طفل من لبن، سواء كان هذا اللبن عن حمل او وطئ او لم يكن عن ذلك، المهم انه وضع من تلك المرأة. واما عدد الرضعات فسيأتي التفصيل فيه. والعلماء يعني يرون انه يكره يعني ارتضاع كافرة، او فاسقة او فاجرة، نعم، وكذلك إذا كانت ذا برص أو هي جذام، فإنه يعني لا تنتدب مثل هذه، لأن الطفل حين يرضع اللبن لا يرضع لبنا فقط، وإنما يرضع قيما ومعاني وأخلاق. فلذلك يعني البداية تكون من الاختيار الصحيح، ومن اختيار الزوجة على طاعة الله سبحانه وتعالى، نعم، لأنها حين ترضع طفلها لا ترضع فقط لبنا، وإنما ترضعه المعاني وترضعه القيم وترضعه الأخلاق.
فمن ثم كره العلماء ارتضاع فاسقة أو كافرة أو فاجرة أو مريضة بذلك، لأن هذا يؤثر على الطفل. والذي ينبغي أن يقوم برضاع الطفل هو يعني هو أمه. لماذا؟ لأن الأم أشفق ما تكون على 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 طفلها، ولأن لبن الأم أنفع غالبا للطفل. وكذلك لأن لا سيما مع تأخر مع تأخر هذه الأزمان وقلة الديانة، لأن الناس الآن لا ينتبهون إلى مسألة الرضاعة ومسألة حساب الرضعات وتقييد ذلك، فهم يهملون ذلك أشد الإهمال، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب واختلاط المحارم، وهذا أمر جلل. فبسبب هذا ينبغي الآن ألا يقوم برضاعة الطفل إلا أمه، حتى يعني نغلق هذا الباب الذي يفتح على المسلمين أبوابا، الذي يفتح على المسلمين شرورا عظيمة جدا، يعني بسبب عدم ضبط الناس. والذي ينبغي حينئذ والذي ينبه عليه العلماء أن المرأة إذا أرضعت يعني طفلا ولدا أو بنتا تكتب ذلك، إني أرضعت فلان الطفل فلان كذا كذا، أرضعته مثلا 5 رضعات من لبن زوجي فلان، تكتب ذلك. وكذلك يكتب وكذلك يكتب الأب مثلا أرضعت زوجتي فلانة ابن فلان، أرضعته 5 رضعات. الكلام ده كتابة هذا الأمر يعني مهم جدا، لأن بعد ذلك سيأتي في بعض الأحاديث نعم أن يعني رجل تزوج امرأة فجاءته الأمة السوداء فقالت إني أرضعتكما، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذه أمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد وقال كيف وقد قيل، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بينهما. إذن الذي ينبه عليه العلماء في ذلك، وهذه مسألة لا ينتبه إليها كثير يعني كثير من الناس، لا ينتبه إليها كثير من الناس أن تكتب هذه الرضاعات، أن يعني حتى لأن هذا الرضاعة سيثبت به أحكام، ستثبت به محرمية، وسيثبت به كذلك ولاية أو لا تثبت به. فالمهم هو كتابة ذلك، لكن الناس يهملون هذا الأمر، فقد يترتب على ذلك أنه مع طول الزمان وموت فلان وموت علانة، فقد يتزوج يعني الرجل أخته يمن الرضاعة وهو لا يدري بسبب عدم ضبط هذه المسألة. ولذلك مسألة ضبط هذه مسألة من الأمور المهمة جدا في هذه، وينبغي التنبيه على وينبغي تحذير الناس من ذلك وتنبيههم لهذا. طبعا مسألة الأحكام المترتبة على الرضاع، يعني كما سيأتي من الحديث يحرم يعني أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وطبعا يترتب على الرضاع تحريم النكاح، وترتب عليه إباحة الخلوة وإباحة النظر، ويعني كذلك يعني لكن لا يترتب على ذلك مواريث ولا غير ذلك، لأن المواريث لها يعني طريقها في يعني في الشرع، ولها الأنصبة التي ولها يعني الفرائض التي يعني فرضها الله سبحانه وتعالى، لكن يترتب على ذلك تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية نعم في السفر وفي غير السفر نعم. فإذا هذه أحكام عظيمة تترتب على مسألة الرضاعة. وطبعا الحكمة في ذلك ظاهرة، أن هذا الطفل حين تغذى من لبن المرأة نعم، فقام هذا اللبن مقام النسب، فقام هذا مقام قام اللبن الذي ارتضع منه مقام النسب. فلذلك نص القرآن على ذلك، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فنص القرآن على الأمهات من الرضاعة وعلى الأخوات من الرضاعة، والسنة فصلت في يعني غير ذلك من المحرمات في أن هي في النكاح. أورد المؤلف رحمه الله تعالى عدة حديث في الباب. الحديث الأول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله، طبعا هناك تفاصيل والتفاصيل حتأتي إن شاء الله بإذن الله من خلال الحديث. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع أو من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع أو من الرضاع بكسر الراء وفتحه.
طبعا هذا الحديث له مناسبة، ومناسبة الحديث أن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت حمزة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. نعم. فلم وهذه رواية عند مسلم في صحيحه. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال لا تحل لي، لا تحل لي، يحرم من الوضع ما يحرم من النسب. نعم، يحرم من الوضع ما يحرم من النسب. نعم. وهي وحمزة رضي الله تعالى عنه وضع مع النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتهما سويبة مولاة أبي لهب. نعم. فسويبة لما أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله وسلامه عليه، فصار حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم من النسب وأخوه من الوضاع، لذا قال يحرم من الوضاع ما يحرم من النسب. نعم. وطالما أنها صارت ابنة أخيه من الوضاع، نعم، يبقى هو كذا. وابنة الأخ محرم من المحرمات القطعية، من المحرمات على التأبيد في النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الوضع ما يحرم من النسب. إذا طالما ابنة أخيه يبقى هي كذلك محرمة عليه، كما لو كانت ابنة أخيه، كما لو كانت ابنة أخيه من النسب. وقال وهي ابنة أخي من الوضع. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الوضع ما يحرم من النسب، يعني كل ما حرم من النسب حرم نظيره من الوضع. نعم. فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن علونا، وبناته من الرضاعة وإن نزلنا، وأخواته من الرضاعة وبناتهن. نعم. وعماتي وخالاته من الرضاعة، لأن كل هذه محرمات من النسب، وبالتالي وعلى هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب، هذه الجملة، ويعني إذا 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 فهمنا إن كل ما جاء التحريم من جهة النسب فيحرم نظيره من جهة الرضاعة. نعم. ولذلك المحرمات المذكورة في النسب يبقى المماثلات لها من الرضاعة كلها محرمات، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها التالي، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة أو الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ومعنى هذا أن الأم إذا أرضعت طفلا، نعم، صار هذا الطفل صار ابنها من الرضاعة، وصارت هذه المرأة أما له من الرضاعة، وهذه الأم محرمة عليه بنص الكتاب، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبناتها يعني أخوات لهذا المرضع، وهي أيضا محرمة بنص، وهي محرمة عليه بنص الكتاب، وأخواتكم من الرضاعة. نعم. يبقى الأمهات والأخوات بنص الكتاب، وبقية المحرمات من الرضاعة التي نظائر المحرمات النسب بينتها السنة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، فتحرم أمه. فإذا أرضعت امرأة طفلا صارت أما له، وأمهاتها وإن علونا أما له، وبناتها وإن نزلنا يعني إخوة لهذا الموضع، وأخواتها من النساء صرنا خالات لهذا الموضع، وإخوتها من الرجال صرنا أخوالا لذلك. أيضا المحرمية ستنتشر من جهة الزوج أيضا، لا تنتشر فقط من جهة المرأة، وهذا أمر سيأتي تفصيله في حديث أفلح أخي أبي القعيس. لماذا؟ لأن الأصل اللبن الذي توضع بالمرأة صاحبه زوجها، فالمحرمية كذلك تنتشر، كما تنتشر من جهة المرأة تنتشر من جهة الزوج. وعلى ذلك فلو تزوج هذا الزوج امرأة أخرى فأنجب من امرأة أخرى أولادا، صرنا هؤلاء الأولاد إخوة للمرضع من إخوة للطفل الذي رضع من امرأته الأولى، لأن صاحب اللبن هنا واحد، إذا كان عدد الرضاع معتبرا. وصرنا إخوة هذا الزوج أعمام لمن؟
أعمام للطفل الرضيع هذا، لأن المحرمية كما تنتشر من جهة الأم تنتشر من جهة الأب الذي هو صاحب اللبن، وصاحب اللبن لأن هذا اللبن سببه الوطأ. لكن إذا كانت المحرمية تنتشر من جهة الأم التي أرضعت ومن جهة الأبي صاحب اللبن حتى ولو تزوج امرأة أخرى، لأن صاحب اللبن واحد، لكن المحرمية لا تنتشر من المرتضع إلى أصوله أو إلى حواشيه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن 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 الطفل الرضيع لا تنتشر منه المحرمية إلى أبيه أو أمه إلى أبيه أو إلى إخوته، لا إلى الأصول ولا إلى الفروع. يعني أخو الرضيع ده من امرأة أخرى، نعم، له أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، لأن المحرمية لا تنتشر من جهة المحرمية، فقط تنتشر من جهة إيه؟ وطبة هزيقة، تنتشر من جهة الأم التي أرضعت ومن جهة صاحب اللبن زوجها. والسنة بيّنت ذلك. لكن الطفل الرضيع الأصول والحواشي لا علاقة لهم بالمحرمية، حينئذ طالما إن اختلفت إيه؟ طالما اختلفت المرضعة. لذلك المحرمية فقط تكون بين المرتضع وهو الطفل، وبين الأم التي أرضعته، وبين الأبي صاحب اللبن. فما يتصل بهما من الأصول والحواشي كلها تتصل بإيه؟ تتصل بهذا المرتضع. أما الطفل الرضيع أصوله وحواشي أخواته لا علاقة لها بالمحرمية، فالمحرمية هنا لا تنتشر في ذلك. ولذلك النبي صلى الله وسلامه عليه لما خطبوا علي رضي الله عنه، والحديث ده إن رضعت حرم ما يحرم من الولادة، هذا رد على من؟ رد على علي رضي الله عنه لما قال له، يعني لما دعاه إلى زواج بنت حمزة، وبنت حمزة أخو عم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، لكنه أخوه من الرضاعة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة حرم ما يحرم من الولادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لها هو عمها من يعني من الرضاعة. طيب، وهنا المسألة هنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الحديث الأول أو الحديث الثاني، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهنا إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هل لهذه العبارة مفهوم؟ بمعنى المنطوق الحديث ماذا؟ منطوق الحديث أن المحرمات من النسب لها ما يماثلها، يعني يحرم ما يناظرها من الرضاعة. وهذا منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. مفهوم كيف مفهوم؟ منطوق. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالمحرمات من النسب لها نظائرها من الرضاعة. فأمهاته، فحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل هؤلاء من النسب، لها ما يناظرها من الرضاعة كلها. نعم. والكتاب ذكر الأمهات والأخوات وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والسنة عممت انتشار المحرمية في كل ما يحرم من النسب. لكن من العلماء من استدل هنا بهذا المفهوم أنه إذا كان يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، طيب والمحرمات يعني بالصهارة، نعم، يعني من المصهرة، من المحرمات من المصهرة زوجة الأب وزوجة وأم الزوجة، هذه محرمات ليست محرمات من النسب. من النسب؟ لا، ليست من النسب، إنما هي محرمات من باب المصهرة. فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل لهذا الحديث مفهوم؟ وعلى ذلك تقتصر يعني ما كان محرما من النسب فله نظير من الرضاعة، أما ما كان محرما من غير النسب كالمصهرة فلا يأخذ هذا الحكم، أم أن الحكم كذلك يشمل النسب والمصهرة؟ الأئمة الأربعة على أن المحرمات من المصهرة كالمحرمات من النسب، وعلى ذلك يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه من الرضاعة وأم زوجته من الرضاعة. تعرف يعني أم زوجته من الرضاعة؟ إن تكون زوجته هذه بنت لها أم من أم أرضعتها،
فكذلك تحرم عليه مع أنها هي مصاهرة، ويحرم على الرجل كذلك أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة. فالأئمة الأربعة على أن التحريم بالمصاهرة يأخذ حكم التحريم بالنسب، وعلى ذلك ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا مفهوم لهذه العبارة، لا مفهوم لهذه يا أئمة الأربعة. إذن من أهل العلم من ذهب إلى 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 أنه إلى اعتبار المفهوم في هذه المسألة، وأنه يقتصر المحرمات من الرضاعة على المماثلات للمحرمات من النسب، أما ما كان محرما من المصاهرة فإن الحكم يختلف عملا بالمفهوم. لكن الأئمة الأربعة الشافعي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا على أن المحرمات بالمصاهرة كالمحرمات من النسب، إذن لم يعتبر هنا لم يعتبر المفهوم مفهوم الحديث في هذه الحالة. نعم. إذن فهمنا معنى الحديثين، وفهمنا بأن وهذا أمر مهم جدا، أن الرضاعة تنتشر من قبل الأم ومن قبل زوج المرأة الذي هو صاحب اللبن. نعم. فعلى ذلك أصول المرأة وفروعها وأصول الرجل وفروعه هم من تنتشر بهم المحرمية، سواء كان من هذه المرأة أو من غيرها. وأما الطفل الرضيع فإن المحرمية لا تنتشر بين أصوله أو فروعه. نعم. فأمه ليست أما لمن وضع معه. نعم. وأبوه ليس أبا له، وإخوته كذلك ليس إخوة لمن ارتضع مع أخيهم، لأن المحرمية لا تنتشر من بين أصول الرضيع وحواشيه. وفهمنا مسألة المحرمات بالمصاهرة. الحديث الثالث في الباب، نعم، وهو أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس. وأبو القعيس أفلح أخا أبي القعيس، أبو القعيس امرأته أرضعت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. فزوجها من؟ زوجها أبو القعيس. أخوه أفلح، نعم، استأذن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدما أنزل الحجاب. طيب، بعدما أنزل الحجاب أي بعد نزول آية الحجاب، وآية الحجاب هي قول الله جل وعلا، يعني: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا كان هذا يخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، فجميع النساء دخلنا في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فآية الحجاب نزلت يا بالمدينة. السبب نزول آية الحجاب قول عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفجر، فلو يعني حجبت نساءك، فأنزل الله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وطبعا يعني معنى هذا أن هذا الحكم استمر يعني حتى يعني المدينة، يعني حتى العهد، يعني لم ينزل هذا الحكم يعني احتجاب نساء النبي صلوات الله وسلامه، ضرب الحجاب على نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك الحجاب على عموم نساء الأمة، في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طبعا البعض من أصحاب الشهوات، نعم، يتأولون كلام الله جل وعلا على غير معاني، فيحملون هذه الآية: يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني يكشفن عن وجوهن حتى يعني ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فيعرفهن الناس فلا يتعرض لهن الناس بذلك. لكن ما استدل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما استدل مبطل على باطل بدليل إلا كان في دليل الذي استدل به ما يبطل به ما يعني يدحض حجته. وفي الآية التي يستدلون بها رد عليهم، لأن الله جل وعلا بدأ الخطاب: يا أيها النبي قل لأزواجك. والمعلوم قطعا أن زوجات النبي صلوات الله وسلم ضرب عليهن الحجاب في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلا يمكن أبدا، وهذا يعني فالآية الأولى
خاصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآية الثانية عمان فدل على أن حكم حكم نساء المؤمنين هو حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في احتجاب المرأة عن الرجال، لأن الله جل قال قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ففي الآية الأولى وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا كان يخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم انتقل منهن إلى غيرهن بدليل أن الله جل جمع بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نعم، فدل على أن الحكم كذلك انتشر إلى غيره، وليس كما يفهم هؤلاء الذين دعاة الصفور والفجور وفيما استدلوا به حجة عليهم. إذن أفلح أخو أبي القعيس استأذن على عائشة رضي الله عنها بعدما نزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. إذن عائشة رضي الله عنها لماذا هنا لما استأذن عليها أفلح لم تأذن له؟ لماذا؟ لأنها ظن قالت حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها ظنت أن المحرمية فقط لا تنتشر، أن المحرمية لا تنتشر إلا من جهة امرأة أبي القعيس، أما زوجها فظنت عائشة أن المحرمية لا تنتشر من خلاله، لذلك قال فإن أبي القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. نعم، ظنت المحامية، مع أن أفلح كان يعلم الحكم، لأنه قال لها بعد ذلك أتحتجبين مني وأنا عمك، فهو كان يعلم الحكم في ذلك، وأن المحامية ستنتشر أيضا كما تنتشر من أمها تنتشر من زوجها، لأن زوج أم القعيس هو صاحب اللبن، فامرأته فلبنها هو صاحب اللبن في هذه المسألة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني مرأته، إذن المحرمية تنتشر بيني وبين مرأته، أما الرجل فلا علاقة لي به، نعم، فالرجل أجنبي عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك تربت يمينك، هي تشتهد مع وجود النص، قال إذني له فإنه عمك تربت يمينك، يعني إذ لم تفعل ذلك تربت يمينك، لأني خلفت الشرع في هذه المسألة. نعم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن المحرمية كذلك كما تنتشر من جهة الأم تنتشر كذلك من جهة صاحب اللبن، فكما انتشرت من امرأة أبي القعيس تنتشر كذلك من خلال أبي القعيس، فأفلح قال أذن فإنه عمك. نعم، قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، لهذه القصة كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم النسب، وهذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الأول حديث يا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين سأله علي أن زوج بنت حمزة قال إنه إن 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 إنها لا تحل لي، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لذلك قال عروة يعني يا ابن الزبير وهي خالته، قال فبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم النسب، وتكلمنا على هذه الجملة وعلى مفهوم هذه الجملة. طيب السؤال هنا، يعني لم يسألني أحدكم مثلا لماذا لم يعتبر الأئمة الأربعة مفهوم الحديث أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب؟ مفهوم الحديث أنه إذا لم يكن المحرمات من النسب كالمحرمات من المصاهرة فإنها لا تأخذ يعني نفس الحكم من مفهوم الحديث. فلماذا لم يعتبر الأئمة الأربعة مفهوم الحديث هنا المفهوم، وإنما اعتبروا فقط وإنما جعلوا المنطوق يتعدى النسب إلى المصاهرة، لأنهم هم حملوا هذا المنطوق على الغلب، ومن موانع اعتبار مفهوم المغالبة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، ولأنه جاء إجابة على سؤال من علي رضي الله تعالى عنه لما سأله أن يتزوج ابنة حمزة. نعم، وإذا خرج الكلام إجابة عن سؤال فإنه لا مفهوم له. من ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لماذا لم يقل أحد يعني غير ماء البحر ماء يعني ليس بطهر؟ لم نعمل هنا بالمفهوم أم ولا عملنا بالمفهوم؟ لا، لم نعمل بالمفهوم، لأن ماء الأنهار طاهر
لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، إن نركب البحر وليس معنا إلا قليل من الماء، فإن توضأ النبي عطشنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا خرج الكلام إجابة عن سؤال فلا مفهوم له. وهنا هذه الحديث خرجت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل علي أن يتزوج يعني بنت حمزة، فلذلك الأئمة الأربعة لم يعتبروا هنا لم يعملوا بالمفهوم. لماذا؟ لما ذكرته لكم. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، أي عمها من المضر، لأنه كان أخا لأبي القعيس، وأبو القعيس أبوها من الرضاعة. فأفلح كان يعلم الحكم ولا لا؟ كان يعلم الحكم. قال أتحتجبين مني، هو كان يستأذن عليها تأدبا، نعم، وحتى لا يراها على حال لا يصح أن يرى فيه، ولخصوص موقعها من أنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. لكنها لما قالت له، لما لم تأذن له، قال أتحتجبين مني وأنا عمك، نعم، فقلت كيف ذلك؟ فقال أرضعتكم امرأة أخي بلبن أخي. إذا أفلح كان يعلم الحكم أن المحرمية كما تنتشر من جهة الأم المرضعة تنتشر كذلك من جهة صاحب اللبن، لأنه هو صاحب اللبن، نعم. قال أرضعتكم امرأة أخي بلبن أخي، ومعنى هذه العبارة أن كما ذكرت لكم لا تقتصر المحرمية فقط على الأم التي أرضعته، وإنما تنتشر من جهة صاحب اللبن. فلو تزوج امرأة أخرى، فلو تزوج امرأته فأنجب منها أطفالا، فهؤلاء الأطفال، يعني لو أبو القعيس تزوج امرأة غير التي أرضعت عائشة، فأبناء أبي القعيس إخوة لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها، لأن صاحب اللبن واحدا. فهمنا المسألة؟ طيب، قال أرضعتكم امرأة أخي بلبن أخي؟ قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صادق أفلح، ائذني له تائبة يمينك. وهذه الكلمات تطلق العرب ولا تقصد معناه، كما تقول العرب مثلا يعني ما أفصحك قاتلك الله، ولا يقصد معنى القتال، لكن هذه يعني يقصد بها التعجب من الفصاحة ونحو ذلك. تائبة يمينك، مثل هذه يعني سكلتك أمك، مثل هذه الألفاظ لا تقصد به العرب المعانية، وإنما تطلق العرب من باب تطلقها، ولكن لا تقصد بها يعني المعانية، وإنما أحيانا تقصد بها التعجب أو تقصد بها بعض الإنكار ويعني ونحو ذلك. طيب، قد يكون هذا إذا كانت المحرمية تنتشر من جهتي كما دل هذا الحديث. الحديث ده يبقى الشاهد الحديث اللي مؤلف أورد هذا الحديث لماذا؟ حتى يدلك على أنه كان كما أن المحرمية تنتشر من جهة الأم المرضعة، فأصولها وفروعها ترتبط بالمحرمية مع هذا الرضيع، كذلك صاحب اللبن أصول وفروعه تنتشر بين الرضيع وبين صاحب اللبن في الأصول والفروع، ولا لا تنتشر كذلك المحرمية. ذلك أورد لك هذا الحديث. طيب، انتبه إلى أنه قد يكون الزوج أبا للطفل من الرضاع دون المرضعة، ممكن كل حالة دي موجودة؟ طيب كيف ذلك؟ إذا كان المرأتان. أحسنت، جزاك الله خير يا أخي إبراهيم. واحد له مرأتان، فامرأة أرضعت الطفل رضعتين، والثانية أرضعت الطفل ثلاث رضعات، اكتمل كما وقع وضعها خمس رضعات. هل هذه الأم التي أرضعت رضعتين على مذهب الجمهور، طبعا كما سيأتي تفصيل الكلام في ذلك، والتي أرضعته ثلاثة، مذهب الجمهور أنه خمس رضعات لحديث أم بن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي التفصيل في ذلك. إذن كل واحدة من 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 المرضعتين ليست أما لها، لكن الرجل أم. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني أنه لا يكون أبا له إلا إذا ثبتت الأمومة، فالأبوة فرع على الأمومة، فطالما أنه لم تثبت الأمومة يبقى لم تثبت الأبوة. نعم، الرجح القول الأول. الرجح لأن الرجل صاحب اللبن، طالما أنه صاحب اللبن هكذا. وقد تكون الأم وقد تكون المرأة أما له من الرضاعة دون زوجها، العكس، قد تكون المرأة أما له من الرضاعة دون زوجها، يعني إيه؟ هي أرضعته مرتين مش كده، فارقها زوجها وتزوجت رجل آخر، حملت منه،
وأرضعت نفس الطفل ثلاث فرضات، ما عندها وقت بقى، ما فيه سنتين، هي هتعد ايه؟ هي هتعد كم عدة؟ هي ثلاث حيضات او ثلاث اطهار، هي هتقعد سنتين مثلا في العدة، العدة هكذا، وممكن تكون حامل وخلاص يعني ظهرت بوضع بالمسألة خلاص. ففي هذه الحالة يبقى هنا هتكون الام هي الام وزوجها، ليس احد من الزوجين ابا لهذا الموضوع، مع ان كل واحد صاحب اللبن، لكن لم تكتمل ايه؟ لن تكتمل الوطاعات. المسألة دي مسألة يعني يذكرها العلماء من باب الملح، الملح في من باب ملح العلم حتى تنشط ذهن المتعلم. نعم تفضل خويين تفضل. مثال الذي ذكرت شيخنا، المرأة إذا فارقها زوجها ووضعت الحمل وتزوجت بغير اللبن، بقى الذي سيثور بعد هذه اللبن سيكون للزوج الأول ولا سيتغير ويكون للزوج الثاني؟ والله إيش هذه المسألة حينظر، إذا كان اللبن قد زاد نتيجة أن زواجها من الزوج أنها زوجها الثاني بعد العد بعد وتوطئها، فصار اللبن زائدا في هذه الحالة، حيكون كل من الأبوين لهم اشتراك في ذلك، لهم اشتراك في ذلك طالما أن اللبن في هذه الحالة زاد نتيجة ارتباطها بالزوج الثاني. على كل حال هذه مسائل من المسائل ليست من المسائل المنتشرة التي الحمد لله انها ليست من المسائل المنتشره، لانها هي ممكن قد تكون معضلات يعني ايه يعني تسبب اشكالات كثيره بين الناس. لكن الحديث هنا فيه دليل ايضا على مسألتي على وجوب احتجاب النساء عن الرجال. طبعا مساله احتجاب النساء عن الرجال، شوف هنا الامر في الجاهليه كان مختلفا عنه بعد الاسلام. فالأمر في الجاهلية أن الناس في الجاهلية كانوا لا يرون حرجا في دخول النساء على الرجال، فلما جاء الإسلام وضع أعظم الحرج في ذلك. نعم، ولذلك النبي قال إياكم والدخول على النساء. قيل رسول الله طب الحمو ده يعني ما هو كان في الجاهلية الأقارب يدخلوا وأقارب الأقارب نحو ذلك، قال الحمو الموت، يعني فكما أن في الموت الهلاك البدني ففي دخول الحم وقريب الزوج أخوه أو عمه أو ابن عمه أو نحو ذلك قال الحم والموت، فكما في الموت هلاك بدني ففي دخول هؤلاء الهلاك الديني، لأن هؤلاء يؤمن جانبهم في الغالب وبالتالي تقع المفاسد العظيمة. طبعا بعد نزول آيات الحجاب نعم يعني صار الأمر يعني بمثابة الإجماع بين الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم وفي القرون الثلاثة المفضلة، لكن جاء بعض الفقهاء بعد ذلك وبدأ يعني يعمم في المسألة ويقول المسألة ليس فيها بأس ولا بأس، ليس هناك أدلة تدل على قطعية في ذلك، ودخلوا ودعوا إلى مسألة التبرج وهذا الإجرام الذي حدث، وأدخلوا على الناس ألوانا من الفجور والفسق والمعاصي، وسببوا أمرا يعني دخل الناس في أمر المريج بسبب هذه الفتاوى المضللة وسبب هذه الأقوال الخاطئة. وكيف يعتد بهذه الأقوال بعد الإجماع بعد الإجماع الذي كان عند الصحابة وتابعيهم وتابعي التابعين؟ لا يكون أبدا مثل هذه الأقوال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على مسألة الفصل على عدم تطابق، يقول شر صفوف النساء أولها وخير صفوف الرجال، شر صفوف النساء أو يعني أولها وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف الرجال وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن أقرب إليه إلى النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أطفال. نعم، فهذا يدل على ماذا؟ يعني مثلا لما كانوا يصافح بيع حنظلة، هل صافح امرأة واحدة؟ قال إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. ولا يتصور أبدا أي يعني ريب دخول أي يعني أي شيء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تمس يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل لها، قال إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. فهنا يقطع النبي صلوات الله يقطع النبي صلوات الله وسلامه عليه الباب على هؤلاء، على دعاة الصفور ودعاة الاختلاط والتبرج ودخول الرجال على النساء والجلسات المختلطة بين الرجال. والله التطرف اللي انتوا فيه ده والأقارب يا أخي ابن عمها ولا ابن خالها ولا إيه، هؤلاء والله العظيم هؤلاء يعني لا عقول لهم.
نعم. وكم من المفاسد حدثت من ذلك بسبب اختلاط زوج فلانة مع زوجي مع 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 صاحبتها ولا 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 صديق زوجتي مع الرجل، حدثت مفاسد عظيمة وأمور يندى لها الجبين، كل هذا لمخالفتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا كان من أمر الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة وداعه: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وعيب الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. كل ما كان من شأن الجاهلية، والجاهلية مصطلح يطلق على المخالفة الأحكام التي كانت التي تخالف دين الله عز وجل. نعم. إذن هذه الأحكام، ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع أن استأذن يعني عمها أفلح وهو عمها من وهو عمها من الوضع، مع ذلك لم تأذن له. نعم، لأنها كانت تظن أن محامية لا تتشف، قالت والله أبدا لا أذن له حتى أستأذن النبي أستأذن رسول الله صلى الله عليه 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 وسلم. ويأتي هؤلاء ويقول لك والله يعني إيه المانع الآن؟ إحنا في القرن العشرين، القرن العشرين يعني الناس تكون فجر، قاتلكم الله، قبح الله هذه يعني أصحاب هذه الأقوال المنكرة، يعني لهم نصيب كبير من قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلمهم وأنتم لا تعلمونهم، لأنهم يتسمون بأسمائكم ويتزيون بزيكم، لكن الله يعلمهم سبحانه وتعالى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله المستعان. ولذلك يعني 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 الحذر الحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني ما يعني كما قال جل وعلا يعني 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 وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الرجل، من هذا؟ فقلت: أخي من الوضاحة. فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الوضاعة من المجاعة. أنا الحديث هنا المسألة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وجد عندها رجل، فقال: من هذا؟ فهنا ينبغي هنا يتفقد الرجل يتفقد، هذا معناه إن 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 بأن راعي البيت لا يترك المسألة على الحابل على النابل، من هذا؟ فقالت: يا رسول الله هو أخي من الوضاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاحتياط في ذلك، قال: انظرن من إخوانكن، فإنما الوضاعة من المجاعة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الوضاعة من المجاعة، معنى أن الوضاعة إنما هنا في اللغة أسلوب حصر، وهذا معنى أن الوضاعة التي تحرم هي التي تكون قبل الفطام، لأن هذا هو وقت إيه؟ هو وقت المجاعة. إنما الوضاعة من المجاعة. ومن مفهوم هذه العبارة أن الوضاعة بعد المجاعة ما بعد الحولين، فإنها لا اعتبار بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظرن من إخوانكن، فأمرها بالاحتياط، وعلل ذلك قال: إنما الوضاعة من المجاعة. ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوضاعة من المجاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بالتثبت من إيه؟ من صحة الوضاعة. هل هذا الوضع يثبت به الحكم ولا لا؟ انظرن من إخوانكن، فإنما الوضاعة من المجاعة. هذا يشمل أولا إن الوضاعة تخص ما كان ما دون الحولين، نعم، كما قال جل وعلا في ذلك: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الوضاعة. نعم. ويشمل كذلك التثبت من الوضاعة، وهل هذا الوضاع يحرم أم لا، وسيأتي يعني تفصيل كلامي في ذلك. ولذلك العلماء هنا اختلفوا في قدر الوضاعة الذي أولا اختلف العلماء في مسائل، من هذه المسائل قدر الوضاعة المحرم، ما هو قدر الوضاعة الذي يحرم؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب طائفة من السلف، أن ذهبوا إلى أن قليل الوضاع وكثيره يحرم، وهذا قول مروي عن علي وابن عباس، وقول بعض قول سعيد بن المسيب، وبه يقول الأئمة، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. ذهبوا إلى أن الرضاع الذي أن الرضاع يحرم قليله وكثيره، ولا اعتبار بعدد الرضعات. واحتجوا بماذا؟ احتجوا بأن الرضاعة مطلقة في كتاب الله عز وجل،
وفي ويعني فإطلاق القرآن للرضاعة وعدم تقييد الرضاعة قالوا فهذا يدل على العموم على العموم، لأن طرق الاستفصال في 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 مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. والله جل يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم ما من الرضاعة، هل بين الله جل وعلا الرضاعات؟ لا، قالوا لم يبين، وبالتالي قالوا أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، سواء رضع رضعتين ثلاثة أربعة أي طالما أنه رضع منها. فعند مالك وأبي حنيفة، وهذا هو قول علي وابن عباس وقول سعيد المسيب والحسن والزبير وقتادة وغيرهم، ذهبوا إلى أنه لا يحرم في ذلك. القول الثاني في هذه المسألة، ذهبت طائفة أخرى إلى أن لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، بأقل من ثلاث رضعات. وهذا قول أيضا بعض التابعين، قول أبي ثور وابن المنذر، وحجة هؤلاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تحرم المصة ولا المصتان، وهذا يعني هو مسلم في صحيح لا تحرم المصة والمصتان، قالوا إذن الثلاثة تحرم طالما أنه لا تحرم المصة والمصتان. وفي الحقيقة هذا يعني المذهب الثاني ضعيف ايضا، لكننا خلينا الاول يعني ننقل المذهب ثم نعالج ثم يعني نكب عليها بقلم الحقيقه او بقلم التحقيق. يعني المذهب السادس في هذه المساله انه ان الرضاع الذي يحرم هو خمس رضعات فصاعدا، فما دون خمس رضعات لا يثبت التحريم. واستدلوا على ذلك بما وهذا قول عبد الله بن مسعود، نعم، وعبد الله بن الزبير وجماعة من التابعين، ومذهب الشافعي وأحمد. إذن الشافعي وأحمد بيقابل إيه؟ يقابل مالك وأبي حنيفة. مالك وأبي حنيفة يرون أن الرضاع قليله وكثيره يحرم، ولا اعتبار بعدد الرضعات، واستدلوا بإيه؟ بعموم بإطلاق القرآن للفظ الرضاعة، فنزلوا على منزلة العموم. أما القول الثالث في هذه المسألة وهو أن الرضاع هو خمس رضعات فصاعدا، وهذا مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، وكذلك مذهب بعض عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير، وبيقول الشافعي واحد. استدلوا على ماذا؟ استدلوا بما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. الشاهد من الحديث هو كان فيما أنزل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمنا. طيب، ثم نسخنا بقول بخمس معلومات وقالت وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن، يعني حكم ثابت. طب أين هذه في القرآن؟ يعني هنا في إشكالية. قالت فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن، معنى هذا إن إحنا عندنا في هذه العبارة ثبت نوعان من في هذا الحديث ثبت نوعان من النسخ. النوع الأول من النسخ نسخ التلاوة والحكم، كان فيما أنزل من القرآن عشر وضعات المعلومات يحرمنا. أين هذه الآية؟ حكم، ثم نسخنا بخمس معلومات، يبقى التلاوة نسخت والحكم نسخ. قال ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفى رسول الله ما أهن فيما يقرأ من القرآن، معنى هذا أن الحكم إيه؟ أن الخمس معلومات دي أين هي في القرآن؟ نسخ التلاوات ولكن بقية، وهذا معناه وهن فيما يقرأ من القرآن. لماذا؟ لأن نسخ التلاوات لأنها لم تأتي في العرض الأخيرة التي عرض النبي صلى الله وسلم عليه القرآن على جبريل، والعرض الأخيرة التي اجتمع عليها المصحف العثماني، نعم، هذه هي اللي اتفق عليها الصحابة. فما كان قبل العرض الأخيرة فإن العرض الأخيرة نسخ قبل ذلك. إذن هذا نسخ التلاوة دون الحكم. ومن هنا استدل الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله وقول ابن مسعود وعبد الله بن الزبير، استدلوا على أن على أن خمس وضعات معلوماته التي تحرم. طيب،
قالوا أصحاب المذهب الأول الذين قالوا الذين أطلقوا الوضاعة ومذهب المالكية والأحناف قال يرد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحامم المسط والمسطين لا تحامم المسط والمسطين حديث رواه مسلم دل عليه أنت أقتل لكم هذا يا هذا القول إذا كنتم تقولون بأن قليله كثير وضع وقليله يحامم طيب أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحامم المسط ولا المسطين نعم كذلك استدلالهم بالعموم نعم لا ينهض لأن لثبوت التخصيص يعني العموم الوارد وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة خصص بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأن هذا يعني ليس في يعني هذا من قبيل يعني من قبيل المرفوع لا مجال للرأي فيه صحيح أنها لم تسند النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا ليس لا مجال للرأي فيه فهذا من قبيل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تحكي عن القرآن نعم فعلى ذلك فهنا يعني فهذا مع العموم مخصوص بهذه الحديث وكذلك ما ثبت عند يعني الحديث التي أثبتت ذلك يعني منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها طيب والحديث الثالث اللي هو لازم التحريم اللي هو المذهب الثاني لازم التحريم بأقل من ثلاث رضعات هذا لا دليل عليه لأن لا تحرم المصة والمصتان لا يفهم من ذلك إن لأن المصة خلاف الرضعة الرضعة شيء والمصة شيء آخر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هنا عدد الرضعات وإنما أراد أن الرضعة التي تعتبر في التحريم هي الرضعة التي يعقوب التي فيها أحسنت التي فيها إرواء للطفل وشبع للطفل ففي هذه الحالة لا تحرم المصة ولا المصتان وإنما ولذلك العلماء يعني هنا يعني ما هو كم الرضعة التي يعتبر كم الرضعة التي يعتبر هل لو وضع من هذا الثدي ثم انتقل من هذا الثدي إلى الثدي الآخر الثدي المرأة الآخر هل هذه رضعة وهذه رضعة ولا كل هذه رضعة لا كل هذه رضعة لأن الرضعة هي رضعة مشبعة ولذلك المصة ولا المصتان لا تحرم المصة ولا المصتان يبقى هذه الرضعة التي يكون فيها إيه يكون فيها إرواء للطفل ويكتفي الطفل بذلك ولا يقبل الثدي بعده يبقى هذه وضعه هذه وضعه في هذه الحال كما ان الناس لا يعدون الاكله الا يعني الوضع يعني كذلك الاكله اكله يعني مش اللقمه ولا اللقمتان هي اكله خلاص يبقى الوضعه وضعه يبقى اذا يعني لا دلاله لطاووس ولقول ابي ثور وابن المنذر والحقيقة أحيانا بيكون لهم أقوال فيها نوع من بعض يعني الجنوح نعم في وداود طبعا يعني داود الزهري يعني إمام كبير في هذا في هذه في 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 في, في هذا الباب نعم يعني لا مفهوم هنا لهذا الحديث لأن لم يتعلق هنا الحديث بوضع وحتى لو استدلوا بذلك فهذا استدلال بإيه بمفهوم في مقابل منطوق نص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والقاعدة إذا 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 تعارض مفهوم نص مع منطوق لنص آخر فالمنطوق قدم على مفهوم أن المفهوم في نوع من الاجتهاد أما النص فقطعي في هذه المسألة طيب إذا اتفقنا في هذه المسألة طيب متى يكون الرضاعة إحنا اتفقنا الخلاف هنا في كان في إيه ما هو عدد الرضعات واتفقنا على أن القول الذي يترجح هو قول الشافعي وهو قول يعني ابن مسعود وعائشة وابن الزبير أن الرضاعة المحرم هو خمس رضعات وهذا قول مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة هو في الحقيقة أرجح المذاهب وأرجح الأقوال في ذلك طيب والمسألة الثانية المتعلقة بهذه المسألة متى يكون الرضاعة محرما نعم هل يختص الرضاع فيما كان فيما 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 دون الحولين ام ان الرضاع يكون في الحولين وبعد الحولين ولا الرضاع في الصغر على عموما سواء كان في الحولين او بعد حولين طالما انه في يعني في الصغر يعني المساله ام ان الرضاع لا يكون محرما الا 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 ما كان في الصغر الا اذا دعت الحاجه الى رضاع الى ارضاع الكبير مساله خلافيه بين العلماء مذهب الجمهور مذهب الجماهير من العلماء نعم الجمهور يذهب الى ان الرضاعه التي تحرم فيما كان دون الحولين ويستدل هذا بحديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا قالت اخي من الرضاعه قال انظرن من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه
قالوا معنى حديثنا مثلا إنما وضع من المجاعة في مكان دون الحولين. والقرآن يدل وظاهر القرآن يدل ظاهر القرآن يدل على ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا تمام الرضاعة بتمام الحولين. وكذلك ما ثبت عند الدارقطني بسند صحيح لا رضاعة إلا في إلا ما كان في الحولين. ومفهوم الحديث إيه؟ ومفهوم هذا الحديث أن الوضع فما كان بعد الحولين لا اعتبار فيه. هيشكل على هذا قولي قصة سالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة سالم من الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل على أبي حذيفة ويدخل على مواليه، كان مولى من مواليه. فلما كبر سالم صار في إشكالية، فشكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرأة أبي حذيفة فقال أرضعي، فقال فأرضعته 5 رضعات معلومات. وهذا أيضا من وهذه عند مسلم تؤيد مذهب الشافعية والحنابلة في اعتبار 5 رضعات. فمن هنا حدث الاختلاف بين أهل العلم. الجمهور يرون قصة سالم قضية عين لا عموم لها، يعني لا هذه قضية خاصة تخص سالم، قضية عين يعني أنا تخص عين سالم لا عموم لها. نعم. ومذهب طائفة من العلماء ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها يعني عائشة كانت ترى أن الرضاع يحرم حتى لو كان للكبير، وكانت تأمر إذا كان هناك في حرج فكانت تأمر من استفتها في ذلك أنها ترضع الكبير. طبعا معنى رضاع الكبير برضك مهم من المهم جدا، يعني طبعا المنافقون وكما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يعني هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طبعا المنافقون وجدوا هنا ضلتهم في المنافقين المجرمون والذين يعني يكيدون لهذا الدين وجدوا هنا الفرصة في هذا الحديث. إيش هذا الحديث؟ أرضاع الكبير وأصاروا المسألة وصارت المسألة هنا طيروا هذه المسألة، والمسألة لا تعد هو الرضاع يختص إن الطفل بيرضع من ثدي المرأة، لكن الكبير كيف يرضع كبير من ثدي المرأة؟ هي تعطيه لبن ويشرب اللبن، يعني ترسل إليه اللبن شارب اللبن 5 رضعات خلاص ارتوى الرجل مرة والثانية والثالثة والرابعة خلاص انتهت بهذه 5 رضعات معلومات لا علاقة له بهذا، يعني فيه السفور وفيه الفسوق وفيه كذا. حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إني لا أصفح امرأة صلى الله عليه وسلم، هو أطهر قلب عليه الصلاة والسلام وكان أحبط الناس لدين الله عز وجل. يا أيها الناس إني لا أتقاكم لله وأخشاكم لا. إذن هؤلاء المجرمون وكم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم، فهو هؤلاء يعني فهمهم السقيم وانغماسهم في الشهوات هو الذي يعني أوصلهم إلى هذه إلى إلى إلى, إلى هذه المهاوي وهذه الضلالات التي ظنوا بها أن الحديث هذا يعني يحض الناس على كذا وعلى كذا. حاشا وكلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء في مسألة، الجمهور لم يعتبر قضية سالم مولى أبي حذيفة وقال إن المسألة إيه؟ إن مسألة إن النصوص إنما وضاعة من المجاعة ولا وضاعة فيما دون الحولين كما عند الدارقطني رحمه الله تعالى. نعم، وظاهر القرآن يدل على ذلك. قالوا قضية سالم قضية لا عموم لها. ومن وطائفة من السلف ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الرضاع يحرم حتى لو كان طالما أنه 5 رضعات يحرم في الصغر وفي الكبر. طائفة ثالثة وهن زوجاتنا مسلم إلا عائشة قالوا أن الكلام في الصغر ولم يقيدوا به بالحولين. وذهب المذهب الرابع في هذه المسألة وفيها نوع من التوسط بعض الشيء واختاره البعض أن الرضاع الذي يحرم إذا كان فيما دون الحولين لاعتبار الأحاديث، لكن إذا دعت الحاجة والضرورة
إلى إرضاع الكبير فيعطى اللبن في هذه الحالة اعتبارا بقصة سالم مولى أبي حذيفة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختار التوسط في هذه المسألة، لأن مسألة قالوا إن الجمهور إما قالوا إن هذه قضية عين أو أن حديث سالم منسوخ، بس لكن اعتبر لكن الناس قلنا لا يثبت هي بالدعوة، ولابد من اعتبار المتقدم والمتأخر. كذلك ادعاء الخصوصية لسالم أيضا لا يظهر، يعني لابد من دليل على الخصوصية لسالم. الجمهور قالوا هذه قضية سالم للأحاديث التي وردت إنما وضعها من المجاعة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الرضاع الذي حرمه فكان في الصغر، لكن إذا كان على مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك فيعتبر ذلك، إذا كان الرضاع 5 رضاعات في هذه الحالة يبقى إذن وأيضا هذا يعتبر في حالة الضرورة فقط. إذن القول الرابع اعتبر أن الرضاع الذي حرم للنصولة وردت فيما كان دون الحولين، لكنه لم يعتبر مسألة الرضاع الكبير إلا في حالة إيه؟ الضرورة، إلا في حالة الضرورة. وهذا إيه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم في ذلك، وعلمنا الخلاف في ذلك. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، نعم، والإهاب في اللغة بمعنى الجلد، والإهاب والجلد قبل دبغاته وليس عموم الجلد، ولكن المسلم يقول أيما هذا الدبغ فقد طهر. فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، لعقبة بن الحارث رضي الله عنه ولزوجته أم يحيى بنت أبي إهاب، قالت قد أرضعت، فجاءت أمة سوداء قالت قد أرضعتكما، قال فذكرت عقبة رضي الله عنه قال فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، يعني هنا مثلا وفي رواية قال كيف وقد قيل. إذن الحديث هنا فيه دلالة عنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين انفسخ النكاح ولا لا، الحديث دليل على ذلك، والحديث دليل أيضا أنه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور لا يرون ثبات الرضاع بشهادة امرأة واحدة، وإنما الذي يرى إثبات الرضاع بشهادة امرأة واحدة هو أحمد رحمه الله، وهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى، انفرد بها عن باقي الأئمة، ذهب إلى أن شهادة امرأة واحدة في الرضاع يثبت بذلك الشهادة، نعم، والحقيقة الحجة في جانب الإمام أحمد وفي جانب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن هذا الحديث اعتبر قول امرأة كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكم، هل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل شهد معها امرأة أخرى ولا لا، وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها ولا لا، قبل أن نسلم شهادته، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. إذا القول يا أحمد في هذه المسألة هو قوله هو الأرجح، طبعا يختلفون فيما طبعا الجمهور فيما بينهم لا يرون العمل بهذا الحديث، لكن يختلفون، منهم الشافعي الذي يقول لابد من 4 نسوة، ومنهم مالك الذي يقول يقبل إلا شهادة يا مرأتين، والحنفية الذي يقول لا يقبل إلا رجلان ومؤتين. طب كيف يشهد رجلان على ذلك إلا أشهد، هذا أمور تخص المرأة أصلا، والمرأة هي اللي أرضعت هي اللي هتشهد بذلك، ممكن يكون بقى زوج المرأة ولا نحو ذلك. على كل حال هم الجمهور لا يرون العمل بحديث، والإمام أحمد يعمل بهذا الحديث، والحجة في جانب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهنا من الفوائد أن الشهادات أقسام، قسم لابد لهم من 4 شهود، وهو الشهود على الزنا، وقسم لابد لهم من 3 شهود، وهو من ادعى إعصارا بعد غنى فلابد له أن يشهد 3 من ذوي الحجر من قومه على ذلك، يثبت 3، وقسم يثبت له شهادة رجلين مثل السرقة، لا يعتبر في السرقة شهادة النساء، وقسم يثبت له شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين، وهي الشهادة في سائر الأموال،
نعم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقسم من الشهادة يثبت فيه شهادة المرأة الواحدة كما في الأخبار الدينية. إيه الأخبار الدينية؟ الهلال يثبت بالمرأة ولا يثبت؟ وكما في الشهادات التي تخص النساء مثل العدة، انتهاء العدة واعتبار قضاء الحيض أو النفاس، هنحتاج المرأة هي أيام اللي يقبل شهادة المرأة ولا لا؟ يقبل شهادة المرأة فيه. فهذه هي أنواع الشهادات في ذلك، ومنها أيضا من الشهادات الدينية، ومنها كذلك هذه المرأة التي هي الأمة السوداء، لكن يشترط في عموم الشهود أن يكونوا عدولا مرضيين، والمقصود من العدالة أن يكونوا مرضيين عند الناس، يعني يرضى الناس سيرتهم، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. فإذا فقدوا العدالة في ذلك فلا تقبل، يعني لو جاءت المرأة فاسقة نعم تدعي ذلك لن يقبل قولها في هذه الحالة، لكن في هذه الحالة قد يكون هناك احتياط في هذه المسألة، يعني مثل قال كيف وقد قيل في العموم، لكن عموما إن يعني في مثل هذا أنه ممن ترضون من الشهداء. إذن الجمهور على عدم العمل بهذا الحديث، وحملوه على أنه من باب الورع، وأحمد رحمه الله تعالى يقبل شهادة المرأة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هنا شهادة الأمة في السوداء. وفي الحديث إثبات للقاعدة الشرعية، قاعدة مهمة من القواعد الفقهية، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خلينا نطبق هذه القاعدة على هذا الحديث. شهادة المرأة واحدة هل تفسد النكاح؟ لا تفسد النكاح، النكاح لابد له منها. تبقى إيه؟ يعني شهادة المرأة واحدة في النكاح تقبل؟ لا، لابد من إيه؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكن المرأة لما شهدت هي في الرضاع، ما الذي ترتب على الرضاع؟ فسخ النكاح. فهنا يبقى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فشهادة المرأة لا تقدح في النكاح، لكن شهادة المرأة قدحت في إيه؟ قدحت في مسألة أخرى، في وجود محرمية، في وجود تحريم. ففسخ النكاح هنا يعني لا يفسخ النكاح بقول المرأة، وإنما فسخ النكاح تبعا لإيه؟ تبعا لثبوت المحرمية ولا لا؟ تبعا لثبوت المحرمية. نعم، فلذلك يعني شهادة المرأة في الطلاق تنفع؟ ما تنفعش، لا تصح، لأن الله جل واشهدوا ذوي عدل منكم. لكن هنا شهادتنا وحدث فسخ هنا، لماذا؟ لأن هنا يثبت تبعا، هنا فسخ النكاح كان تبعا لإيه؟ كان تبعا لثبوت المحرمية بقول المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول المرأة هنا، والإمام أحمد اعتبر ذلك أيضا، أن المرأة هنا يعتبر قوله ولو لم يشهد معها غيره، طالما أنها شهدت بأنها أرضعتهما في هذه الحالة فإنه ينفسق بذلك النكاح. وذلك احنا قلنا في أول في هذا الحديث إذا ثبت الرضاع انفسخ النكاح، وأنه يثبت بشهادة المرأة الوحيدة، وذكرنا الخلافة في ذلك. طبعا المسألة دي يعني تدل على إيه؟ تدل على ما ذكرناه أو ما ذكره العلماء في كما ذكرت لكم في أول الباب، أنه لابد من كتابة عدد مرات الرضاع. المرأة تكتب إني أرضعت فلانا وأرضعت فلانا 5 رضاعات، وكذلك زوجها وزوجي فلان ومن لبن زوجي فلان وكذا. فالكتابة هذه مهمة جدا، لأنه قد يطول الأمد كما ذكرنا، قد يدخل الناس في 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 حيص غيصة نتيجة عدم الضبط مسائل الرضاع ونحو ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا آخر حديث الباب، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، حين خرج من مكة صلوات الله وسلامه عليه، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل بها من الوضع يا عم، فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطنة دونك ابنة عمك يعني اسم فعل، يعني خذيها، يعني دونك ابنة عمك، يعني خذ ابنة عمك علي رضي الله عنه.
طيب فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، اختصم في بنت حمزة، طبعا هذا بعد قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وزيد زيد بن حارث. نعم كان بعد عمرة الحديبية، بعد عمرة القضاء لما خرج المسلم من مكة، بعد عمرة القضاء في 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 يعني لما خرج المسلم من مكة، قد تكون هذه بعد عمرة القضاء، أنا لست ضابطا لذلك. على كل حال، على كل حال، سواء كان هذا أو في أو غيره. وقال لفاطمة، فقال علي أنا أحق بها، هي ابن وهي ابنة عمي، يعني انا يعني هي ابنة عمي وانا احق بها. طيب فعلي رضي الله عنه قال انا احق بها، انا قالت له يا عم، او قالت يعني قال وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت اخي. طيب هنا السبب الاختصام في بنت حمزة، على كل واحد كان أخذ يذكر ما يدعم موقفه. فعلي رضي الله عنه قال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي. نعم، على أساس إن 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 حمزة عم من؟ عم علي رضي الله تعالى عنه، فهذه يعني بنت عمي. نعم، وكانت تنادي كذلك يا عمي، فقال أنا أحق بها. وجعفر رضي الله عنه قال أنا حق بها. لماذا؟ لأنه هو هي ابنة عمي. نعم، هي جعفر ابنة عمي وضف بعد آخر، وخالتها تحتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الخالة بنزلة الأم، أو إنما الخالة أم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد رضي الله عنه قال إيه؟ بنت أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بين حمزة وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم حين قدموا المدينة. نعم، وهذا يدل على أن المسألة كانت في عمرة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بعد ذهاب المدينة، قال زيد قال هذه ابن يا ابنة أخي. والمعلوم أن المؤاخاة بين المهاجرين والنصارى ظل عليها التوارث مدة حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها. طب وأين خالتها هنا في هذه المسألة؟ هي موجودة؟ فهنا اختلف العلماء، أنه قالوا أن قضى بها لجعفر، لكن جعفر حلزم منه إيه؟ أنه قضى بها، يعني السبب الذي قضى به لجعفر أنه قال هي ابنة عمي وخالتها تحتي. نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى، اعتبر هنا قضى بها لخالتها. قال بعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم استدعى خالتها فقضى بها، وطبعا سواء قضى بها لجعفر او قضى لخالتها فالقولان ايه؟ في لزوم. ولو قضى بها لجعفر يبقى قضاها لاجل ما قاله بان خالتها تحت، وهذا اقوى الاسباب في هذه المساله. لماذا؟ لان الخاله ام في هذه الحاله، فقضى بها لخالتها. وقال عليه السلام الخاله بمنزله الام، وهذا هو الحجه في حديث هنا، العله التي قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم ان بنت حمزه لجعفر، قال الخاله بمنزله الام. طيب لكن مثلا انظر هنا لفقه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تاتيه عليه الصلاه والسلام. ثم قال لعلي طيب انت مني وانا منك. يا سلام يا سلام على هذه المقاله، الله اكبر. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مني وانا منك. طيب طبعا علي رضي الله عنه اخذ طار بهذه المقاله، خلاص يعني هذه المقاله ابرك له من كل شيء. وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. يا سلام على التأتي وحسن التأتي، مش مجرد النبي صلى الله عليه وسلم قضى وترك الناس بعد ذلك كل واحد بقى يعني يموت في كمده أو لا ويهتم بنفسه، لا طيب النبي صلى الله عليه وسلم الخواطر جميعا صلوات الله وسلامه. الأدب ده الأدب مثل هذا الأدب في التأتي، ليتنا نتعلم من الله هذا الأدب. نعم، إنه يسلم لما حكم بمسألة النبي صلى الله عليه وسلم قضى، قال إنما طالما الحكم شرعي يبقى قضى بها لجعفر، إنما الخالة بمنزلة الأم، المسألة مقضية ولا لا؟ لكن كان لابد من تطيب الخواطر في ذلك، فيقول علي أنت مني وأنا منك، ويقول لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، ويقول لزيد أنت أخونا ومولانا. الحسن التأتي وحسن مكارم الخلق التي تحلى بها صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحديث فيه كذلك في الحديث دلالة على أن الحضانة تثبت أول ما تثبت لمن؟ للأم.
الخالة تابع للأمة، الخالة بمنزلة الأم. نعم، إذا الحديث هنا فيه طبعا هنتكلم هذه مسألة في إن شاء الله في تفصيلاتها في باب الحضانة، لكن هنا يدل على ثبوت الحضانة، الحضانة الصغير ليه أو ما تثبت، تثبت ليه تثبت بعد ذلك الأم ثم الأدنى، فالأدنى بعد ذلك على الخلاف الذي سوف يرد به في هذه المسألة. نعم، وكذلك ابن العصبة من الرجال لهم أصل كذلك في الحضانة وتقديم الأم في الحضانة، وإن الخالة تلي إيه؟ الخالة تلي، وأن الخالة تلي الأم في منزلة حضانة، مثلا أن مثلا قال إن الخالة بمنزلة الأم. وبعض العلماء ومنها كذلك أن المرأة المزوجة لا تسقط حضانتها، المرأة المزوجة لا تسقط حضانتها طالما أن الزوجة راضية بذلك، لأنما سقوط الحضانة لإيه؟ اعتبارا بحق الزوج، فإذا راضية بذلك يعني هنا الخالة هنا مش كانت مزوجة؟ كانت مزوجة. طبعا مسألة خلافية بين العلماء ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في ذلك، لكن استدل العلماء بهذا الحديث على أن المرأة المزوجة لا تسقط حضانتها إذا راضي زوجها بقيامها بالخدمة. طبعا في حسن يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة الحضانة هيأتي بإذن الله جل وعلا تفصيل الكلام في ذلك، وأن المذهب الأقرب في ذلك أنه يقدم الأبوين مطلقا، يعني الأم أولا، فإن لم تقل الأم فحينئذ يعني الأب يقدم على غيره ثم أدناه وأدناه، يعني الأقرب فالأقرب بعد ذلك. حديثنا من الآخر هذا الحديث بإذن الله جل وعلا في كتاب الرضاع، يأتي بإذن الله جل وعلا كتاب القصاص، ويأتي كتاب القصاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.